يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عدة المرأة على زوجها الذي قد توفي، هل خروجها من بيتها يقطع عدتها وعليه فإنها تستأنف العدة من جديد؟ لا يا أخي، العدة شيء والإحداد شيء، بقاؤها بالبيت هذا ما هو من العدة، هذا من الإحداد، من أحكام العدة. ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة، كان لها حاجة تخرج في النهار وترجع، مباح لها ذلك. ولو لم تحد فعدتها صحيحة، لأن العدة شيء والإحداد شيء آخر. فلو لم تحد مدة العدة، تمت العدة وهي لم تحد، فعدتها صحيحة. نعم.